من أحب غير الله محبة تذلل وخضوع فقد جعله شريكا لله. لأن المحبة أنواع زي ما أنتم تعرفون. فالفرق بين المحبة الشركية والمحبة الطبيعية أو المحبة غير الشركية. المحبة الشركية هي محبة تذلل وخضوع مصحوبة بالتذلل، مصحوبة بالخضوع، أو مصحوبة بتقديم مراده على مراد الله. فالإنسان إذا كان يقدم مراد محبوبه على مراد الله فهذه محبة عبادة، لأنه جعله شريكا لله في العبادة. كيف؟ أدونا مثال. أيوة، عبدت القبر يا سلمى لأن القبر ضماك، وعبدت الله في سري لأن الله سواك، فجعل محبته لله وعبادته لله تابعة لكونه خلق له هذه المحبوبة. هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى لا شك. نعم، مثال آخر. لو أبوك قال لك ما تصلي، وأنت قلت والله برا بالوالدين، والله أمر ببر الوالدين وكذا، وأنا بحب أبويا جدا وما أدري أسلم، أخلي له الصلاة. فإذا قدمت مراد محبوبك على مراد الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه ده اسمه شرك. شنو؟ المحبة. طيب، محبة المؤمنين لله أعظم لأنها خالصة من الشرك، والذين آمنوا أشد حبا لله. طيب، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. كحب الله دي معناه شنو؟ كحب الله في القدر، في القدر يعني، ولا في، ولا في النوع، في نوع المحبة. لو كان في القدر أو في النوع، الاثنين محبة شركية. طيب، نفرق بين القدر والنوع كيف؟ القدر معروف، قدر المحبة في القلب، في القلب قدر المحبة اللي أنت بتوليها لربك سبحانه وتعالى. إذا أنت أوليت لغير الله سبحانه وتعالى ده يعتبر شرك بالله، لأن ربنا قال والذين آمنوا أشد حبا لله. فده من ناحية القدر، والقدر ده بيعرف بتين زي المثال اللي قلناك بين، يعرف عند تعارض المرادات. أنت ما الآن بتحب، عندك محبة طبيعية، محبة الوالد والولد والزوجة ومحبة مالك ومحبة إلى غيره من ذلك. هذه المحبة موجودة ومحبة الله تعالى موجودة، أنت كيف تعرف أن محبة الله عندك أعظم؟ هذا كل الموضوع عند تعارض شنو؟ المرادات. هذا المطلوب كله. يعني الليلة لو زوجتك أشركت بالله، هل أنت حتحبها كحبك إياها من قبل؟ إذا كنت حتحبها بنفس القدر القديم، أعرف إنك أنت حبيتها كحب الله، لأنك تحب في الدنيا هذه الأمور ومحبتها تبع لمحبة الله، كلها تبع. ويمكن أنت يكون عندك استعداد، ولو أنت موحد عندك استعداد تبغض كل ما تحب لله، ده كده أنت بتحب الله محبة عبادة ومحبة غيره تابعة له. عرفت النقطة دي؟ يعني يكون عند المؤمن الاستعداد في الاستغناء عن كل شيء
سوى الله سبحانه وتعالى أو من أجل الله. بس ده الموضوع، لو ما عندك الاستعداد ده إذن أعرف إنه محبتك دي فيها محبة شركية، وبعد ذلك يختلف القدر. إذا بكرة أنت ولدك سب الله وسب رسوله وجاهر بذلك وأنت لا تزال تحبه كحبك الأول، هل أنت موحد؟ لا، مشرك بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنك أحببت شخصا كحب الله، أي كما ينبغي أن يحب الله سبحانه وتعالى، لأن الله يحب على جميع أفعاله. عرفتم هذا؟ الله تعالى يحب على جميع أفعاله، فالخير من فضله والشر من عدله. أما البني آدم يحب على كل شيء؟ يحب على الطاعة وعلى المعصية؟ لا أبدا. فإذا المحبة قد تكون في القدر أو تكون في النوع. كيف؟ أنت الآن بتحب ولدك، لماذا؟ حبة طبيعية، وإنه بيخدمك. أها، و يديك قروش وبيحميك، أو للفطرة الموجودة فيك أنت بتحبه. طيب قول له ده ما في مشكلة هنا. طيب بتحب شيخك، لماذا؟ يعلمك، بيرشدك، و يساعدك في امور دنياك، لانه يدافع عن الاسلام الى اخره. طيب لو كان الشيخ ده انت بتحبه لانه يجيب لك الرزق او يدي الجنه، اذن يحبونهم كحب الله، اي يحبونهم لما يحب فيه الله سبحانه وتعالى. انت بتحب الله ليه؟ لانه لما تكون عيان وتعبان من الاسباب اللي تخليك تحب ربنا بترفع يديك يا الله تشفيني، ده سبب. لما المراه تكون داير جنى تدعو الله يا الله تديني وترزقني، لما تكون مفلس بتسال الله، هذه اسباب يحب فيها الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ لو حبيت الشيخ لواحد من الاسباب دي يبقى المحبه دي كحب الله ولو كانت اقل. تخيل ما شرط الغدر، واحد تقول له لا لا، يقول لك لا انا بحب الله اكثر من الشيخ، انا ما قضيت اكثر ولا اقل، اكثر واقل دي براء. فالمحبه لو كانت لسبب، لسبب شنو؟ اخوانا مركزين معي؟ الموضوع ده دقيق والله. إذا أحببت شخص لاعتقادك أنه يتصف بصفة من صفات الله ولو كانت محبتك له أقل من محبتك لزوجتك ولأمك ولأختك، لو كانت محبة أقل في القدر بتاعك لكن حبيته للسبب ده، يبقى ده شيء. حتى لو كانت أقل، حتى لو أقل من حب الله. عشان كده أنت ما تفهم كحب الله يكون في تساوي في الحب، ما شرط التساوي، موضوع التساوي ده براو، لكن حتى لو كانت أقل بس بشرط تكون شنو؟ تحب لخصلة أو خصلة بتعتقد إنها فيه وهي من خصال الله، ده كحب الله. عشان كده ده قالوا شنو؟ قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هل نسويكم برب العالمين معناها عندهم الله والشيخ واحد؟ لا أبدا، ما يشترط، دي شرك، صح دي شرك كده، لكن ما يشترط، ممكن يكون عندهم ربنا هو العظيم والكبير والجليل وأي حاجة، لكن الشيخ ده عنده حاجة واحدة، أكان دعيته بالحاجة كده، إذ نسويكم برب العالمين. عرفتوا؟ إذا إما تكون
المحبة الشركية، لأنه حبيت الشخص لاتصافه بصفة أنت تعتقد أنه من صفات الله، تعتقد كده وما في حقيقة، الحقيقة ما كده، ده محبة شركية. أو تكون في القدر، أنت ما بتعتقد أنه هو زي ربنا سبحانه وتعالى في شيء، لكن في القدر، قدر المحبة تديه نفس المحبة. والقدر ده بيعرف كيف؟ عند تعارض المرادات. فكون الإنسان يقدم مراد محبوبه على مراد الله عز وجل، هذه محبة شركية. طيب يلا، ما يبقى احيانا بتكون في شبهات، لا بد من إزالة الشبهات، لانه بعض الناس ما يغر لك يقول لك لا انا ما بحب الشيخ اكثر من الله ولا كذا، لكن في النهايه في شبهات في الساحه، شبهات كثيره لا بد تزيلها اليوم، بيعتقدوا انه ده علاج طبيعي وانه ده جايز شرعا، الحاجه اشياء كثيره. الحب في الله، لا لا تختلف. الحب في الله أن تحب الإنسان لمحبتك لله، وتحب بقدر طاعته لله، هذا حب في الله، وده ممدوح. والحب مع الله هو الجندة، الحب مع الله هو الجندة بين. عندما قلنا قبل احنا شرحنا انه مسألة المجاملة دي مسألة هوى، نحن لا نتكلم عن الهوى، الانسان قد يحمل هواه الى المعصية، يحمل هواه الى المعصية، لكن نحن نتكلم عن تقديم مراد المحبوب على مراد الله. يعني النوع اللي بتقول له طيب انت البنت اللي قاعد معاه دي وبتتونس معاه وجا وقت الصلاة كويس، انت بتقوم تمشي تصلي كده، يلا في واحد الحامل له الهوى، عرفته يعني عارف الصلاة واجبة ولا بد يمشي يصلي وكده، الكلام ده عارفه، لكن حملوا الهوى ونسى معاه حلوة وكده وقعد بمزاج، ولك ما نقطع القعدة دي، وذاته هي ما باقي عليه شديد، كان مشى قام منها ثاني ما بيلقاه كويس. فهذا هوى يا اخواننا، هذا هوى، لكن الشغل كله ما في النية، لكن في نوع ثاني ممكن يكون قاعد نفس القعده دي والصلاه تجي كويس، ويقول له يا اخي اقعد يا اخي ما افتح، يجي في قلبه جوا انه قعدتي دي اخير من الصلاه الدائره، هذا مشرك ولا ما مشرك؟ ما يختلف اثنين انه مشرك. فالقضيه هي قضيه تفريق بيناتهم من حيث ما يوجد في القلب، اما يكون هوى وفسق ومعصية، ممكن زول يأخر الصلاة، ممكن زول في الصلاة يعاين ليها. قال تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، فيها قصة معروفة لديكم، تأخر الرجل لكي ينظر إلى امرأة في الصلاة، في الصلاة تأخر إلى صفوف الرجال، كل ما يجي صف يقدم الناس يقدمون لحد ما تأخر، وكانت المرأة في أوائل صفوف الرجال، فلما ركعوا نظر إليها، في الركوع نظر إليها، هذا نظر لا في الصلاة، هل كافر؟ هل كافر؟ لا لا كافر. فيختلف الإنسان اللي عصى نتيجة تحكم الشهوة عليه، عصى معصية معينة، يختلف من شنو؟ من الإنسان الذي قدم، لاحظ، قدم مراد محبوبه على مراد الله، هذا يختلف عن الهوى. اللي ما مشى الصلاة ده ما قدم مراد المحبوب على مراد الله، إنما عصى الله سبحانه وتعالى لهوى في نفسه.